بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا اللهم ما ينفعنا، وزدنا علما. وبعد، فمرحبا بضيوفي ورواد مجلس الخميس الثقافي في ديوان هيئة علماء المسلمين في أمسية جديدة نستضيف فيها الأستاذ الدكتور محمد زكي خضر، الأستاذ السابق في جامعة الموصل والجامعة الأردنية. وضيفنا الكريم الدكتور محمد زكي حاصل على الدكتوراه من جامعة شيفيلد البريطانية عام 1972، وقد ظفر بمرتبة الأستاذية من جامعة الموصل عام 1981، وله 25 كتابا كان فيها مؤلفا أو مترجما أو مساهما، فضلا عما يزيد عن 100 بحث منشور. الدكتور محمد زكي هو عضو مدى الحياة في جمعية المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين، وعمل رئيسا لتحرير المجلة الدولية للتطبيقات الإسلامية في علوم الحاسوب التي تصدر باللغتين العربية والإنجليزية، وله أنشطة عديدة ومتميزة. وفي أمسيتنا هذه سوف يحدثنا إن شاء الله عن الحاسوب في خدمة القرآن الكريم، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أقدم لكم هذه المحاضرة التي أدعو الله أن تكون فيها فائدة لخدمة كتاب الله عز وجل. المحاضرة بعنوان الحاسوب في خدمة القرآن الكريم. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سنبين في هذه المحاضرة مكانة القرآن الكريم في العلوم الإسلامية المختلفة، ومواضيع مختلفة في خدمة الحاسوب للقرآن الكريم، كما سنعرج على التقدم في استعمالة الحاسوب لخدمة القرآن الكريم على الإنترنت، ومن بعض ما سنتطرق إليه معجم كلمات القرآن وبرنامج مداد البيان والمعجم فهرس للتراكيب المتشابهة لفظا في القرآن الكريم، كما سنتطرق إلى معالجة الدلالة وتطبيقات الهاتف المحمول وخدمة الحاسوب للسنة النبوية واللغة الإسلامية واللغة العربية بشكل عام، كما سنعرج على بعض المؤتمرات والمجلات والمعاهد، نعطي بعض التوصيات. مكانة القرآن الكريم بين العلوم الشرعية هي القلب من كافة العلوم، فيرتبط بالقرآن الكريم السنة النبوية، الحديث الشريف، والفقه، والقراءات، والسيرة النبوية، والتفسير، واللغة العربية، والأصول، وغير ذلك. نبتدئ بنبذة تاريخية. دخل الحرف العربي الحاسوب في سبعينات القرن الماضي، وكان مبدئيا يظهر بشكل غير مشكول. في ثمانيات القرن الماضي أدخل التشكيل في بعض التطبيقات كصورة، ثم في التسعينيات ظهرت بعض التفاسير للقرآن الكريم، ثم بعد ذلك ظهر الإنترنت، فأدخل القرآن الكريم على الإنترنت، ثم بعد ذلك ظهر الهاتف المحمول. وسنتطرق إلى بعض الدراسات التفصيلية لخدمة القرآن الكريم، من تعليم اللغة، تعليم التلاوة والحفظ وغيره والتدبر. هناك مواقع كثيرة للقرآن الكريم على الشبكة المعلوماتية الإنترنت، فيظهر نص القرآن الكريم في بعضها والتفاسير في بعضها الآخر وعلوم القرآن في القليل منها، وهناك تسجيلات صوتية لتلاوة القرآن الكريم، وتظهر القراءات القرآنية بشكل مسموع، كما هناك بعض منها يظهر إعراب القرآن الكريم والمواضيع المختلفة للقرآن الكريم
والإعجاز العلمي، وهناك بعض الكتب حول القرآن الكريم، كما أن هناك نشر لجمعيات العناية بالقرآن الكريم والمجلات والمواقع غير العربية التي تنتشر بكثرة. هذا الجدول قمت قبل 18 عاما بالبحث في الشبكة عن الكلمات الأربعة المدرجة في هذا الشكل القرآن. كان هناك 419,000 موقع يظهر فيه لفظ القرآن. اليوم قمت بالبحث فكان العدد 150 مليون، أي بزيادة مقدارها 354 ضعفا، يعني ليس زيادة مئوية بل أضعاف. كلمة قرآن ظهرت في المرة الأولى 100 و2000، اليوم ظهرت 140 مليونا. كلمة قرآن باللغة الإنجليزية التي تبدأ بحرف الكاف كي كانت 199,000، بينما ظهرت اليوم 81 مليونا، أي بزيادة قدرها 432 مرة. قرآن بالكيو كانت 999,000، واليوم أصبحت 77 مليونا. فإن المرات التضاعف تراوحت بين 77 ضعفا إلى 1380 ضعفا. النشاط باللغة العربية أكثر من اللغة الإنجليزية، مع أن الأرقام تظهر أن الزيادة في اللغة الإنجليزية كبيرة جدا أيضا. سنتطرق إلى بعض المعلومات المختلفة التي موجهة بالدرجة الأولى إلى أساتذتنا المتخصصين في الشريعة واللغة العربية، كي نبين لهم أهمية الاهتمام بالحاسوب في هذه الأيام. سنتطرق إلى قواعد بيانات الكتابة واللفظ والوقف والابتداء والجملة القرآنية والنحو والصرف والمعاني والدلالة وارتباط المعاني والسياق. علوم المصحف تتركز على المصاحف العثمانية التي لم تكن منقوطة، ثم ظهر التنقيط فيما بعد وأضيف لها علامات الوقف والابتداء، ثم ظهرت القراءات القرآنية ووضعت الهمزة والألفات بشكل إضافي، ثم زاد الاعتناء بالتجويد واللفظ وعلم عد الآيات. هذه الصفحة تمثل المصحف الإمام لآيات من سورة البقرة في السطر الثالث: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء ليس فيها همزة سواء. فهكذا كانت الكتابة في الفترة التي لم يكن فيها تنقيط ولا إشارات على المصاحف. إذن نحتاج إلى تبيان رسم الكلمات القرآنية، فأضيفت الألف الخنجرية مثلا العالمين كما رأيتم في الصفحة هذه، الألف الخنجرية ليست موجودة. كلمة العالمين نكتبها الآن العالمين بالألف، بينما في المصحف هي بالألف الخنجرية. وكذلك الهمزة الذكرين نكتبها بشكل آخر. هناك ألف واو الجماعة تكتب أحيانا بالألف وأحيانا بدون الألف، كما أن هناك أحيانا واو أصلية في الكلمة مضافا إليها ألف مثل أدعو. التاء
تارة تكتب مربوطة وتارة تكتب طويلا، مثل رحمة رحمتي أحيانا كذا وأحيانا كذا، كلمات بشكل خاص مثل الربا تكتب الرب، ودمج بعض الكلمات أحيانا وعدم دمجها أحيانا أخرى مثل أمن تكتب أم ومن، وكذلك ألا وأن لم، وكلمات أخرى مثل يبنى أم كلمة واحدة أو كلمتي، فما للذين فما لي الذين. وهناك طبعا كما تعرفون الحروف في فواتح بعض الصور. هذا الجدول يبين قاعدة بيانات رسم الكلمة القرآنية. على كل سطر من هذه الأسطر كلمة قرآنية وقد أشير لها بحقول مختلفة، مثلا حقل جذر الكلمة وحقل فصل السوابق واللواصق من الكلمة وهكذا. يهمنا في هذا المجال أن نتكلم عن جذر الكلمة. هذا مثال عن الجذور الواردة في القرآن الكريم ذات العلاقة بحركة الإنسان وغيره من المخلوقات، مثل أبقى وأتيا وأخر وأزف وهكذا، بعث بعد بغت. فهذه كثير من الكلمات المتعلقة ببعضها من ناحية الدلالة. هذه الكلمات تعود إلى جذر واحد هو جذر الرحمة. هناك 339 كلمة في القرآن الكريم لها جذر رحمة، تتوزع على 65 كلمة. طبعا رحمة هناك كلمات مباشرة تتعلق بالرحمة مثل الرحمن 3 مرات، الرحمن الرحمن 21 كلمة، الرحمن 21 أخرى. وهناك كلمات ذات علاقة أرحامكم وأرحام وغيرها، كلها تعود للجذر الرحمة. هذه الكلمات تعود للجذر قتلة. هناك 170 كلمة تتعلق بجذر قتل، تتوزع على 103 كلمات. كما ترون أن جذر الرحمة في القرآن الكريم يزيد على ضعف جذر قتل. هذا جدول يشير إلى الكلمات التي الجذور التي تزيد كلماتها عن 120 ضعف 120 كلمة. جذر أتيا ورد في 549 كلمة موزعة على 230 شكلا من أشكال الكلمات. ضرورة التشكيل. للأسف أن الحاسوب صنع وبرمج من قبل جهات غير مسلمة بالأصل، ولهذا لم يتطرقوا إلى التشكيل على الكلمة مبدئيا. ولذلك حينما اضطر المسلمون والعرب لإدخال التشكيل أخذ التشكيل حرفا إضافيا، يعني الكلمة المشكولة تحتل حرفين، الحرف الأول هو الحرف الاعتيادي الهجائي وما بعده هو التشكيل.
حتى إذا كان هناك شدة ثم حركة فيحتل ثلاث مواقع: الحرف ثم الشدة ثم الحركة. طبعا بدون التشكيل يحدث خلط بين الأسماء والأفعال مثل كتب وكتب، خلط مع وجود الشدة وعدمه بين فعلين: قدم وقدم، قدم وقدم. الخلط بين المبني والمعلوم والمبني المجهول: خلق وخلق. الخلق، الخلط بين كلمات مختلفة المعنى مثل أحد وأحد. فالمشكلة أننا نتعامل الآن في التشكيل في الحاسوب على أنه حرف مستقل. ما سبق وأن قدمناه بالتعامل مع جذر الكلمة والكلمات التي تعود لها، هذا مدرج في معجم كلمات القرآن الذي وضعناه على شبكة الإنترنت، ووضع بشكل كما ترون. مثلا برقة، هناك 11 كلمة في القرآن الكريم في 9 أشكال. كلمة بركة هناك 18 كلمة، مجموع الكلمات 32 كلمة، وهكذا. بعد ذلك قمنا بالمعجم الموسع لكلمات القرآن الكريم، وهو عبارة عن جدول يضم كلمات القرآن الكريم ومواضعها ونصوص الآيات التي تعود لها بشكل الشكل النص الرسم العثماني والرسم الهجائي المتداول، وكذلك الكلمة بدون السوابق واللواحق، والكلمة مع حذف التشكيل بين الكلمتين كما ترون في المصحف. إذا لاحظتم مثلا كلمة غفور رحيم، رحيم تجدون فوق الراء شدة، فهذه الشدة هي نتيجة التنوين الذي سبقها، وهي ليست من جملة تشكيل كلمة رحيم. فمثل ذلك تلك الإضافات قد قمنا بإزاحتها لكي نحصل على العدد الصحيح للكلمات القرآنية في المصحف. هناك اختلاف في عد كلمات القرآن الكريم، فهناك العد المدني الأول، وهناك العد المدني الثاني، والعد المكي، والعد الكوفي، والعد البصري، والعد الشامي، ومنه أيضا العد الحمصي. ما نجده الآن في مصاحفنا هو العد الكوفي فقط. أساليب العد ينتج عنها اختلاف عدد الآيات في كل صورة من الصور. يعني كما تجدون في هذا الجدول مثلا في سورتي يونس وهود، عدد آيات الكلمات مختلف: 119، 120، 121. فلهذا فحينما نتكلم أن عدد آيات سورة معينة هو كذا، الحقيقة نحن نعني العد الكوفي فقط، ولا يعني أن طرق العد الأخرى غير صحيحة، فكلها مقبولة ولها سندها في صحتها. لذلك حينما نتكلم عن الإحصاءات القرآنية فيما يتعلق بعدد الكلمات وكذلك طبعا عدد الحروف وما ينتج عن ذلك،
من عدد الفتحات وعدد الضمات وعدد الكسرات وغير ذلك من الأعداد، كل ذلك مختلف فيه وليس مجمعا عليه. فحينما تسمع أن السورة الفلانية عدد آياتها كذا عدد، فهو مستند إلى العد الكوفي الذي في مصاحفنا الحالية والمصاحف الأخرى مثلا التي تعتمد على المصحف المدني في غرب العالم الإسلامي، في المغرب وتونس والجزائر، نجد أن الأعداد مختلفة. الآن ننتقل إلى دراسة الكلمة القرآنية. قمنا بعدد من العمليات على الكلمة القرآنية، فصلنا الكلمات ووصفنا الكلمات ووصفنا السوابق والجذوع واللواحق. فصل السوابق واللواحق عن الجذوع، مثلا كلمة أفى بالباطل، أفى بالباطل تتألف من الألف الهمزة والفاء والباء وألف لام التعريف والباطل، فالنواة هي باطل وهي التي أخذنا لها الجذر، فسيكفيكهم الفاء والسين واليكفي الفعل، يكفي هو النواة والكاف وهم. ثم قمنا بإجراء العمليات على هذه الكلمات، فدرسنا موضوع الإدغام والإبدال والإعلال بالقلب والحذف والإعلال بالنقل وتحريك الكسر لالتقاء الساكنين والتحريك بالفتح لالتقاء الساكنين والتحريك بالضم لالتقاء الساكنين والإعلال للحذف الصوتي والحذف للترخيم وحذف الهمزة وتسهيل الهمزة وحذف اسم المنقوص وحذف النون للإضافة وحذف حرف العلة للجزم وحذف نون الأفعال الخمسة. ثم قمنا بتعريف كل كلمة، إذا كانت اسما قمنا بوصف هذا الاسم بعدد من الأوصاف، مثلا ما يتعلق بالتعريف والتنكير، البناء والإعراب، التذكير والتأنيث، حالة الآخر، مقصور منقوص ممدود، التعريف والتنكير، العدد مفرد مثنى جمع مثنى ملحق بجمع المؤنث السالم، جمع مؤنث سالم، جمع قلة، جمع كثرة، وهكذا جمع مذكر سالم، جمع تكسير، المجرد والمزيد، الاشتقاق والجمود. بالنسبة للفعل قمنا كذلك بكثير من العمليات، الأوصاف التي تتعلق بزمن الفعل، ماضي مضارع أمر، صحيح سالم، صحيح مهموز الأول، صحيح مهموز الوسط، معتل مثال، معتل أجوف إلى آخره. كذلك بالنسبة إلى الجمود والتصرف، لازم متعدي، متعدي بحرف الجر، مزيد بثلاثي مجرد، ثلاثي مزيد بحرف، رباعي مزيد بحرف إلى آخره، بناء للمعلوم وبناء للمجهول وهكذا. كنتيجة من ذلك وضعنا كل هذه المعلومات على شبكة الإنترنت، وهناك موقع اسمه mbayan.net، هذا الموقع موجود فيه كل هذه المعلومات، بحيث أنك تستطيع أن تعرف ما هي الأسماء في القرآن الكريم، ما هي الأفعال، ما هي الحروف. الاسم تستطيع أن تبحث عن مثلا جمع المؤنث السالم، هذا المثال جمع المؤنث السالم، هذه الصفحة تبين كافة الأفعال، كافة الكلمات التي
هي جمع مؤنث سالم مثل ظلمات، صالحات، جنات، سماوات، كلمات إلى آخره. فلو كبسنا على كلمة صالحات نستطيع أن نعرف كافة المواضع في القرآن الكريم التي وردت فيها هذه الكلمات. لو انتقلنا إلى الأفعال يمكن أن نعرف الأفعال اللازمة والمتعدية لمفعول واحد ومتعدية بحرف الجر، والمتعدية لمفعول واحد وبحرف الجر، الأفعال المتعدية لمفعولين، الأفعال المتعدية لمفعولين وبحرف الجر. جمعنا الفعل الماضي في القرآن الكريم حسب الصور، مثلا سورة الفاتحة فيها فعل ماض واحد أنعمت، وهكذا سورة البقرة رزقناهم أنزل، وهكذا. في القرآن الكريم هناك 127 فعل طلب، هذه هي الأفعال التي تسمى في غير موضع التوجه إلى الله فعل أمر، بينما تأدبا مع الله تعالى نسميها فعل طلب أو فعل دعاء. فهناك مثلا 8 آيات في القرآن الكريم كل آية تحتوي على 3 أفعال طلب، قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، 3 أفعال هي أدخلني وأخرجني واجعل، وهكذا ربنا واجعلنا مسلمين لك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وغير ذلك. وهكذا نجد أن التأدب مع الله تعالى يجب أن، أو كما قال العلماء حينما نقول خلق الإنسان من عجل لا نقول فعل لم يسمى فاعله، بل نقول نقول فعل لم يسمى فاعله، ولا نقول مبني للمجهول. واتقوا الله، لفظ الجلالة منصوب على التعظيم بدل أن نقول مفعول به. اهدنا الصراط المستقيم، اهدي فعل طلب أو دعاء بدل فعل أمر. ليقضي علينا ربك، اللام لام دعاء وليس لام أمر. لا تؤاخذنا إن نسينا، لا حرف دعاء وليس حرف نهي. كما ذكرنا سابقا أن القرآن الكريم هو قلب العلوم الشرعية، فأول خطوة قمنا بها هي وضع مداد البيان كأول خطوة لجعل القرآن الكريم قلب العلوم الشرعية. ماذا نعني بذلك أو كيف نقوم بذلك؟ هذا المثال، أول كلمة من سورة الفاتحة بعد البسملة الحمد. الحمد في القرآن الكريم، جذر الحمد، الحمد في الحديث الشريف، الحمد في كتب الفقه، الحمد في اللغة، الكلمات القريبة من الحمد كالشكر وغيره. فهكذا يمكننا أن نجمع العديد من المواضيع ذات العلاقة بكلمة واحدة. هذا الشكل يبين موقع مداد البيان على الشبكة mbayan.net، وكذلك بقية العناوين الأخرى التي لها علاقة بهذه المحاضرة. القراءات القرآنية أيضا مخدومة على الإنترنت بالقراءات 7 أو القراءات 10 وأصل كل منها والعلاقات فيما بينها، ولكن تحتاج إلى المزيد من الجهد من الأساتذة الشرعيين العلماء للمساعدة في خدمة القرآن القراءات القرآنية
أكثر مما هي الوضعية في الوقت الحاضر. هناك موضوع أود أن أشير له عرضا، وهو ما يسمى بالإعجاز العددي والتوافقات العددية. لقد جرت في العقود الأخيرة محاولات كثيرة جدا للخوض في الإعجاز العددي بلا ضوابط، وكان كثير منها ممن لا يعرف شيئا عن علوم القرآن ولا يتقن حتى قواعد الإحصاء. لقد وضعنا لذلك ضوابطا للإعجاز العددي، ولكن للأسف نجد أن أكثر من عمل في هذا المجال لم يلتزم بها، فالأخطاء كثيرة في العد وفي عدم اعتماد الرسم العثماني، كلها تقريبا تتركز على رواية حفص عن عاصم وعلى العد الكوفي، غير فإن هذا غير كاف، لأنه قد يدعون أن هناك إعجازا عدديا في صورة ما أو في شكل ما، ولكن حينما تذهب إلى المغرب وتفتح المصحف برواية ورش تجد خلاف ذلك. الغالبية العظمى مما نشر غير صحيح إلا نسبة قليلة جدا، ولكن التوافقات العددية واللطائف في القرآن الكريم كثيرة. الآن ننتقل إلى موضوع بيانات العبارات القرآنية. هذا الكتاب المعجز المفهرس للتراكيب المتلاف تراكيب المتشابهة لفظا في القرآن الكريم، يحتوي هذا المعجم على 44,439 عبارة مختلفة في القرآن الكريم، أشير لها في 87,306 مواضع. البيانات مسلسلة حسب طول النص وحسب الكلم المحتوى على جذور الكلمات هجائيا وعلى الفعل الثلاثي المزيد وعلى نواة الكلمة. هذا المعجم يحتوي على كثير من المعلومات. أكبر نص في القرآن الكريم مكرر هو بداية سورة المؤمنون، وكذلك مكرر في سورة المعارج الذي يصف المؤمنين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم إلى آخره العبارات. هذا المعجم، هذا هو نموذج المعجم. مثلا أولم يروا وردت في 12 موضعا، هذه هي المواضع: الرعد 41، النحل 48. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض، وردت مرتان. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين، وردت 3 مرات، وهكذا. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة، في سورة الروم، بينما في سورة فاطر وكانوا أشد منهم، وهكذا. إذا أردنا العبارات القرآنية حسب تسلسل المصحف، بسم الله وردت في عدة مواضع، هذه هي المواضع، وهكذا اسم الله. ما هي الفائدة من هذه العبارات؟ هذا المثال: اهدنا الصراط المستقيم في الفاتحة، ولهديناهم صراطا مستقيما في النساء، وهديناهم الصراط المستقيم في الصافات، ويهديك صراطا مستقيما في الفتح، ويهديكم صراطا مستقيما في الفتح كذلك. فمثل هذه المجموعة يمكن أن تساعد في فهم أو تفسير مجموعة من المواضع المختلفة، لأنها كلها تشير إلى الهداية إلى الصراط المستقيم. كما أن هناك الاختلاف اليسير في العبارات كما بينا قبل قليل، مثل
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ولكن أنفسهم يظلمون إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وهكذا. الآن ننتقل إلى الموضوع الأهم في خدمة القرآن الكريم وهي الدلالة. إن وسائل فهم القرآن الكريم هي اللغة والتي تتوزع إلى النحو الإعراب والصرف التحليل الصرفي البيان الدلالة والبلاغة. أشير هنا إلى أنه البلاغة من الصعب جدا معالجتها في الحاسوب ولكن أيضا هناك بدايات لمعالجة البلاغة. فهم القرآن بالمأثور فهم الصحابة والمفسرين والمعاجم السياق السيرة النبوية والفهم العام والآيات في الآفاق. لمعالجة الدلالة في اللغة العربية عبر قواعد البيانات نحتاج إلى توزيع الآيات القرآنية إلى جمل قرآنية، ثم نحتاج إلى الصرف الذي سبق وذكر بعض منه، النحو، المعاني والدلالة، اللفظ، المعاني اللغوية العميقة وبلاغة اللغة. بيانات المعاني والدلالة، كيف نعالج الدلالة حاسوبيا؟ أولا نجمع الأفعال أو الجذور ذات العلاقة مع بعضها، مثلا حركة الإنسان جاء وأتى وقدم وحضر ووصل وهكذا. المجموعات المتخصصة كذلك جذور الأفعال المتوادة مثل أقبل وأدبر، ضحك وبكى، كذب وصدق وهكذا. الأوزان المختلفة مثل ذهب وذهب وأذهب وهكذا. الوجوه والنظائر في القرآن الكريم، هناك العديد من الكتب التي تخدم الوجوه والنظائر في القرآن الكريم تحتاج إلى إدخالها إلى الحاسوب والتعامل معها لتغذية الدلالة، مثل ألقى، وسوس، خلق، وضع، أنزل، أقرأ وهكذا. الكلمة القرآنية وأخواتها مثل الحب، القلب، الشهوة، الهوى، الحب، الشغف، الغرام، الهيام، الود، الكتاب، كتاب، سجل، سفر، صحف، رقيم، زبور، هذه كلمات، الضحك، الابتسام، السخرية، الاستهزاء، الازدراء، الاستخفاف وهكذا. طبعا هناك جمل قرآنية كما ذكرنا، فاعلموا أن الله، واعلموا أن الله 12 آية وهكذا. هذه الآيات تشير إلى ترابط فيما بينها، كلمات متوافقة في المعنى نتيجة جذر واحد مشترك، وهناك جذور تعود إلى أكثر من كلمة. الكلمات القرآنية ذات المعاني متباينة حتى مع التشكيل. أهلك هو فعل من الهلاك، ولكنه يعود ممكن الكاف للخطاب اسم من أهل، من الأهل. ابن اسم من البنوة أو فعل أمر ابني. عاد فعل من العدوان وهو اسم قوم عاد. أسرى فعل من الإسراء واسم جمع أسير. البر اسم من أسماء الله الحسنى، العفو، البر، وكذلك البر والبحر. مال من الأموال ومالي. لذلك نحتاج إلى قواعد بيانات المعاني والدلالة، مجموعة الجذور، الكلمات المتخصصة وهكذا. الجملة القرآنية كما ترون في سورة الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثلاث آيات هي جملة واحدة. بينما الآية الرابعة، إياك نعبد، هي جملة، وإياك نستعين جملة أخرى. فحينما نتكلم عن الإعراب نحتاج إلى تقسيم الآيات، بعض منها إلى أكثر من جملة، وضم بعض
آيات لبعضها لتكون جملة واحدة. هذا مثال على الإعراب، ومما رزقناهم ينفقون والذين هم إلى آخره. فكل هذه الكلمات قمنا بإعرابها. الموضوع الأخير قبل أن ننتقل إلى موضوع الذكاء الاصطناعي هو المعالجة الصوتية للقرآن الكريم، تعليم التجويد، مخارج الحروف، تعليم التلاوة والحفظ، التسجيلات الصوتية، تعليم القرآن لغير الناطقين به، برمجيات فهم الصوت، سماع الآية وتحويل، ومعرفة مواقعها. فكل هذه من الأمور التي تعالج الآن على الإنترنت وبواسطة الحاسوب. الذكاء الاصطناعي يقدم كثيراً لخدمة القرآن الكريم. ما هو الذكاء الاصطناعي؟ هو وسائل برمجية تتسم بها البرامج الحاسوبية لجعلها تحاكي القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها. سوف نختصر بعض الأمور. هل يمكن للذكاء الاصطناعي باكتشاف ما لا نعرفه في القرآن الكريم؟ هذا الشكل يبين كلمات قرآنية ملونة باللون الأحمر تعود لنفس الجذر وتبين الجمال في القرآن الكريم. الأنظمة الخبيرة التي هي جزء من الذكاء الاصطناعي تخدم علم الميراث، وهناك الكثير من الآيات مثل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، إن وفاء من كان فاء، وهكذا كثير من الآيات التي يمكن ميزانها منطقيا بواسطة الأنظمة الخبيرة. هذا مثال على سورة محمد صلى الله عليه وسلم، توزيع الآيات بين المؤمنين وبين الكافرين. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، على الجانب الأيسر. الجانب الأيمن والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ثم ننتقل إلى الجانب الأيسر وهكذا. مثال آخر في عد كلمات سورة الصافات، هذه هي عدد كلمات سورة الصافات في كل آية. تلاحظون هناك إحدى الآيات التي فيها كلمات كثيرة، وهي فلما بلغ معه السعي إلى آخر الآية. في سورة المدثر كذلك، هذه هناك آية عدد كلماتها يزيد عن 50، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة إلى آخر الآية. ترتيب نزول سور المصحف مع ترتيبها في المصحف، العمود الأيمن العمود الأيسر هو للنزول، وعدد سور القرآن. هناك 7 سور متتالية في المصحف، وهي متتالية في النزول في وقت النزول، وهي الحميمات 7 كما ترون في وسط الشكل. التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، هناك كثير من المواقع لهذه المواضيع. تعلم الآية، تعلم الآلة، تقوم الآلة بالتعلم واستنتاج، يعني هذا تعلم الآلة هو من الذكاء الاصطناعي الذي يمكن الآلة أن تستنبط أمور من البيانات التي نعطيها لها. الآن من التعلم البشري إلى التعلم الآلي، الربط بين كلمات القرآن الكريم وجذورها، كيف استنبط الفقهاء الأحكام من القرآن والسنة النبوية، كيف وضع المحدثون الأوائل البخاري مسلم الترمذي قواعدهم، كيف وضعت قواعد الجرح والتعديل، كيف قيم المتأخرون عمل الأوائل، كيف وضع علم مصطلح الحديث، كيف يجري تخريج الحديث اليوم، كيف تعامل الصحابة مع الحديث. كل هذه الأمور يمكن برمجتها
الذكاء الاصطناعي، ويمكن منها استنتاج القواعد للعلوم الإسلامية ومحاكاة عمل المفسرين، وكذلك حوسبة السنة النبوية والفتوى والفقه. يمكن للذكاء الاصطناعي تسهيل تبويب الفتاوى والوصول إلى الجوانب المناسبة للمستفتي، كما يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة في تعليم العلوم الشرعية من فقه وأصوله وتفسير ولغة وغيرها. علماء الشريعة واللغة يجب أن يكونوا بالمقدمة، والمتخصصون بالحوسبة هم المساعدون والمنفذون وليس العكس. التطبيقات على الهاتف النقال كثيرة الآن، وخاصة يجب تشجيع عمل البرامج لتعليم الأطفال، فالأطفال مغرمون باستعمال الهواتف، ولذلك يجب زيادة التطبيقات على الهاتف النقال. هذا برنامج وضعناه على الهاتف المحمول، يمكنكم تنزيله، وهو مناجاة الرحمن بتلاوة القرآن، فيه نص القرآن، وإذا كبست على آية منها يمكن أن ترى دعاء عند تلاوة تلك الآية. الآن ننتقل إلى مؤتمر التطبيقات الإسلامية في علم الحاسوب وتقنياته إيمان. هذا المؤتمر يعقد سنويا في دول مختلفة، عقد في الأردن وفي تركيا وفي ماليزيا وفي إندونيسيا، وكذلك عقد منه على الإنترنت عن بعد. هذا هو المؤتمر الذي عقد في إندونيسيا، وهذا المؤتمر عقد في ماليزيا، وما ينتج عن المؤتمر من أبحاث ينشر في المجلة الدولية للتطبيقات الإسلامية في علم الحاسب والتقنية، وهي تصدر باللغتين العربية والإنجليزية. بعض من أبحاث هذا المؤتمر نشرناها في هذا الكتاب حوسبة القرآن الكريم، بحوث محكمة. الحاسوب يمكن أن يساعد في الترجمة من وإلى اللغة العربية لخدمة اللغة العربية. الحاسوب يخدم في الفهم الآلي للغة العربية، وهو يحتاج إلى جهود هائلة من قبل اللغويين، وإلى برمجة المكنز لخدمة اللغة العربية. فالقرآن الكريم خير ما يمكن أن يبدأ به لخدمة اللغة العربية. أخيرا تم تأسيس المعهد العالمي لحوسبة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، ويهدف وهو عبارة عن رؤية لريادة ومرجعية عالمية في حوسبة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية واللغة العربية، ويهدف إلى جملة أمور في تأسيس مرجعية للبيانات والمعلومات الحاسوبية المتعلقة بالقرآن الكريم ومختلف العلوم الإسلامية وغير ذلك من الأهداف. أخيرا أخلص إلى بعض التوجيهات والتوصيات. الحاجة إلى شرعيين ولغويين للمشاركة في أبحاث القرآن الكريم. هناك ضرورة للتعاون بين المتخصصين في العلوم الشرعية واللغة العربية مع المتخصصين بتقنية المعلومات. دعم البحث العلمي باستعمال تقنية المعلومات في العلوم الشرعية واللغة العربية. زيادة تطبيقات الحاسوب في خدمة العلوم الشرعية واللغة العربية وتوفيرها للمسلم العادي، وخاصة في تعليم الأطفال. ضرورة إدخال تقنية المعلومات بشكل معمق في المناهج الدراسية لطلبة الدراسات العليا في العلوم الشرعية واللغة العربية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في ختام هذه المحاضرة نتوجه بجزيل الشكر والتقدير لضيفنا الأستاذ الدكتور محمد زكي خضر، الذي أفادنا بسيل من المعلومات القيمة ذات الأهمية في حياتنا وعلاقتنا مع القرآن الكريم. وإلى الملتقى في أمسية مقبلة بإذن الله وتوفيقه، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.